قصة حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. صفية ثروت راقصة من نوع خاص. صفية ثروت أو صوفي زي ما كانت بتحب تلقب، فنانة استثنائية جدا، رصيدها الفني قليل، ده كمان يتعدى على الصوابع، وده لأنها كانت مهتمة بحاجات كتير. يا ترى تعرف إيه هي؟ وإزاي تعتبر صوفي ثروت راقصة بس نوع تاني خالص؟ أسئلة وحكايات كتير هتتعرفوا عليها في حلقة اليوم المميزة جدا عن بطلة استثنائية، فتابعونا. إذا كانت هذه المرات الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. صفية ثروت اتولدت في 16 يوليو سنة 1934، وصوفي كانت في أسرة أرستقراطية جدا، درست في مدارس لغات بالتحديد مدارس سانت كلير، وبعد كده دخلت الجامعة الأمريكية، ولأن عائلتها كانت بتهتم بالرياضة والأنشطة المختلفة، فمن وهي طفلة لعبت صوفي ألعاب رياضية كتير، فلعبت سكواش وتنس وجمباز وغطس وسباحة، وكمان لعبت رياضة سلاح الشيش. تفتكروا وقفت لحد كده؟ لا، دي كمان كملت ولعبت الباليه المائي وكرة اليد والسلة. تفتكروا لما واحدة تلعب كل الألعاب دي في حياتها تبقى عاملة ازاي؟ أكيد حياتها هتبقى مختلفة، وده فعلا اللي حصل. فكانت الفنانة صوفي بطلة مميزة جدا، حصلت على أول بطولة في حياتها وهي عندها 14 سنة، وكانت في السباحة، وكمان حصلت على ميداليات كتير في كذا لعبة رياضية، ففازت في بطولة مصر في التنس، وشاركت البطل الرياضي وأسطورة التنس إسماعيل الشافعي بالفوز في بطولة مصر بلعبة التنس الزوجي المختلط. بعد ما البطلة صوفي اتخرجت اشتغلت مدرسة لمادة التاريخ وكمان مدربة سباحة، بس اهتمامها بالرياضة خلاها تركز أكتر في عالم الرياضة والبطولات عشان تبدأ مهمة اختارتها الفنانة صوفي بنفسها. الفنانة صوفي كان ليها الفضل في دخول رياضة السباحة الإيقاعية في مصر عشان تقابل كم انتقادات كتير جدا، وعلى سبيل المثال قالوا إننا مش ناقصين رقصين، فتجيبي رقصين كمان في المية؟ بس صفية ما يقصتش، وفضلت تناضل عشان تبين إن السباحة الإيقاعية بعيدة جدا عن أي نوع رقص من المتعارف عليه، لأنها بتعتمد على السباحة وشوية من الغطس. وفعلا نجحت صوفي في تكوين فريق مصري من البنات في رياضة السباحة الإيقاعية. تفتكروا صوفي هتسكت بعد كده؟ أكيد الإجابة لا، لأنها قررت إن الفريق النسائي ده هيدخل بطولات عالمية وكمان أولمبياد، وقامت بأكتر من 20 جولة في العالم عشان تعرف العالم بوجود فريق مصري خاص بالسباحة الإيقاعية. ولأن زي ما قلنا إن موضوع تكوين فريق مصري نسائي للسباحة الإيقاعية ما كانش سهل، فما كانش سهل طبعاً إنها تلاقي تمويل للفريق ده، فقررت إنها تصرف من جيبها الخاص على الفريق، وكانت التدريبات بتتم في بيتها أو بمعنى أصح فيلتها. وفي النهاية وصل الفريق المصري للأولمبياد، وشافت حلمها وهو علم مصر مرفوع وسط الدول المشاركة. أي نعم الفريق ما قدرش يحصل على أي ميدالية، بس فتح الباب قدام بنات كتير عشان يشتركوا في الفريق، ووصل عدد المشتركات لأكتر من 1000 مشتركة. في فترة التسعينات أنشأت صوفي الصفحة الرياضية في جريدة الأهرام ويكلي، وكانت محررة فيها. في سنة 2004 حصلت صوفي ثروت على تكريم من اللجنة الأولمبية الدولية لالتزامها ورعايتها للرياضة النسائية في مصر. كل ده ما تكلمناش عن الجانب الفني من حياة صوفي ثروت، واللي ما كانش واخد حيز كبير من حياتها، وده طبعا لأنها كانت مهتمة بالرياضة أكتر. في الأول اشتركت في دور صغير في فيلم صاحبة الملاليم، وبعدين قدمت دورها الشهير حلاوتهم، بيعت المشروبات والحاجات الساقعة في فيلم باب الحديد مع هند رستم وفريد شوقي، وقدمت دور بنت فاتن حمامة في فيلم بين الأطلال، بجانب أفلام رحلة إلى القمر وفيلم البنات والصيف اللي كان آخر عمل قدمته فرصدها الفني 5 أفلام بس. في 30 أغسطس سنة 2009 رحلت الفنانة والبطلة الرياضية عن عالمنا عن عمر 75 سنة. كان معاكم رشا رجب.